السلام عليكم، عايزين نعمل برنامج اقساط زي ده بحيث ان انا لما الحاجات اللي اندفعت تم تجميعها تلقائيا في الخلية C2، والحاجات اللي ما اندفعتش برضه تم تجميعها تلقائيا في الخلية F2. يعني هنا مجرد ما تكتب ان دي لم يتم الدفع غير مدفوع فبيتم ترحيل القيمة بتاعته هنا، وده نفس الكلام القيم اللي فوق دي. انا عايز عينك هنا على الخليتين اللي فوقهم المدفوع غير المدفوع، هتلاقي انها بتتغير معانا مع كل يعني حاجة بنغيرها يعني. طيب ازاي نعمل الكلام ده؟ هنحذف ده كله ونحذف ده كله ونبدأ من الأول كعادتنا، بنشرح المعلومة بكل التفاصيل بإخلاص وببساطة. تعال نروح هنا. أولا أنا عاوز أعمل قائمة منسدلة لكلمة مدفوع غير مدفوع في القيمة دي. كل الحكاية إن أنا أحدد النطاق ده، أو ممكن تعمل في أول قائمة أول خلية بس وبعد كده يعني تسحب الخلية تحت فبيتم التنفيذ. هحدد النطاق وهروح لبيانات أو داتا فاليديشن أو تحقق من صحة البيانات، وتقول له هنا السماح لقائمة، والقائمة دي هتكتبها بإيدك كلمة مدفوع فاصلة منقوطة غير مدفوع، ماشي، من غير علامات تنصيص من غير أي حاجة زي ما حضرتك شايف كده، وبعدين تقول له موافق. لو حصل مشكلة يبقى الفاصلة المنقوطة دي ممكن تستخدم فاصلة لو حصل مشكلة. طيب أول ما تعمل كده وتقول له أوكي ويقبل القيمة، هتلاقي هنا قائمة بكلمة مدفوع وقيمة غير مدفوع. أنا عاوز كلمة مدفوع تتلون بالأحمر، وكلمة مدفوع لا أول ما اختارها تتلون ب زي ما حضرتك شايف كده، غير مدفوع يبقى أحمر ومدفوع يبقى أخضر. يبقى هعمل تنسيق بالنطاق ده، حدده، وهروح على الصفحة الرئيسية وهروح لتنسيق شرطي، وهقول قواعد تمييز الخلايا. لو تساوي كلمة مدفوع، هكتب هنا كلمة مدفوع تعبئة بالأحمر، لا غير مدفوع. يبقى أنا لما أكتب كده غير مدفوع، ماشي، تعبئة بالأحمر الفاتح مع نص، هو ده أول واحد ده، وتقول له موافق، هيظهر معاك باللون ده خلاص. طيب وهو متحدد برضو كده، او تحدده تاني عادي، وتروح لتنسيق شرطي وتقول له برضو نفس الكلام يساوي، واكتب هنا كلمة مدفوع او تم السداد مثلا، وتختار بقى ان ايه، ان اللون يكون تعبئة بالاخضر مع نص اخضر اللي هو اللي معانا ده اهو. خلينا نختار اهو كده واقول له موافق. يبقى عندنا الايه، احنا كده اول ما نختار هو هيلون لوحده الكلام ده. طبعا ممكن تكتب تم السداد او لم يتم السداد او مدفوع غير مدفوع زي انت ما تحب بقى، دي حاجه ترجع لك. طيب هنا بقى عاوز اقول ايه، عاوز اقول له اجمع لي لو كلمه مدفوع تجمع القيمه اللي جنبها دي، ها، ولو تجمعهم مع بعض وتضيفهم هنا، اي حاجه فيها كلمه مدفوع تجمعها وتضيفها هنا، واي حاجه فيها كلمه غير مدفوع تجمع القيم بتاعتهم وتضيفهم هنا. يبقى استخدم سام اف. هروح هنا واقول له يساوي سام اف، طبعا اغير اللغه، اكتب اس يو ام سام سام اف سام اف واحد بس، شرط واحد اللي هو عندي هنا رينج وفي كريتيريا وفي سام رينج. افتح الداله عادي اهو، الرينج اللي عندي اللي هو ده اللي فيه يبقى فيه الشرط يعني، والكريتيريا اللي هو الشرط، هختار الخليه اللي هي هنا بي 2، ماشي، كلمة مدفوع حتى هو عاملها لي هنا، هو كتبها لي هنا، والسام رينج اللي هو النطاق اللي جنبها ده بس كده. هو اداني هنا 920 لأن عندي قيمتين فيهم كلمة مدفوع. اوكي، نفس المعادلة دي هختارها وهكتبها هنا، هكتب يساوي سام اف، واختار الدالة، وأول حاجة الرينج، وبعد كده فاصلة منقوطة أو فاصلة زي ما موجود عندك كرايتيريا اللي هو ده، وبعد كده فاصلة منقوطة برضو، والسام رينج اللي هو النطاق اللي هيتجمع اللي هو ده. أوكي، قال لي 1000 لأن 130 و870 دول 1000. جميل جدا. طب خلي دي مدفوع، خد بالك دول 920 لحد دلوقتي هندفعها، اندفعت بقت 1700 ودي نزلت. طيب جميل جدا، ناخد بقى مدفوع او غير مدفوع ومدفوع كده. شوف انت يعني عينك على الحاجات اللي فوق دي، بص بيتم التجميع هنا تلقائيا. دي كل الفكرة،
الموجودة في البرنامج الأقساط البسيط جدا ده. يعني أعتقد إن الشيت مش مستاهل إننا نرفعه، لأن طبعا أنت لو عملت الخطوتين دولت أو الدالة البسيطة دي فأنت كده وصلت لنفس النتيجة الموجودة حاليا. شكرا لحضراتكم، وأنا سعيد جدا بإن حضراتكم معانا في مشاهدة الفيديو لحد دلوقتي، وأيضا يعني أبشركم بوجود كورس للإكسل من البداية حتى الاحتراف، كورس للمبتدئين سهل جدا وجميل جدا، وأيضا يعني بسعر رمزي. كمان اكتب لنا في التعليقات وشارك الفيديوهات وادعم القناة بكل طرق الدعم. شكرا لحضراتكم، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.